السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي في الله، قال الله تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كثير من الناس لما بيقرأ هذه الآية الكريمة بيستشكل المعنى، بيستشكل معنى ويمسك السماء أن تقع على الأرض، لأن بيقول إزاي السماء اللي هي قد الأرض ملايين المرات، والأرض ما هي إلا كحبة رمل في هذا الفضاء الفسيح الممتد إلى اتساع مهول، كيف لهذه السماء أن تقع على هذه الأرض الصغيرة التي هي كحبة رمل؟ كثير من الملاحدة وكارهي الإسلام بدأوا أن هم ياخدوا الآية الكريمة دي وبدأوا أن هم يعتبروها كدليل على أن القرآن الكريم فيه أخطاء وأن الآية دي معناها يتصادم مع العلم إلى آخره. الغريبة أن حتى كثير من المسلمين بدأوا يفهموا الآية كأن ربنا سبحانه وتعالى بيصور السماوات والأرض في القرآن الكريم كأنها عمارة مكونة من 7 طوابق، الأرض هي الطابق الأرضي وفوقها 7 أدوار، يبقى ده كده شكل السماوات والأرض. فقالوا أن ده معناه أن السماء ما هياش بالضخامة اللي بيقول عليها العلماء وبتوع ناسا والكلام ده، وفي ناس عندها حساسية كبيرة جدا من ناسا، وكأن كل الشر اللي في الدنيا موجود في ناسا، وأن ناسا دي موجودة علشان تحارب القرآن وتحارب الإسلام إلى آخره. في ناس عندهم التصور ده، فالآية معناها أن السماء قد الأرض بالظبط، والسماء مرفوعة فوق الأرض بأعمدة لا نراها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فقالوا أن ده معناه أن في أعمدة شايلة السماء ولكن هذه الأعمدة لا نراها. الكلام ده طبعا غلط، الآية مش معناها كده خالص، هنتكلم عنها كمان شوية. وإن السماء زي السقف كده، وجعلنا السماء سقفا محفوظة، فده معناه إن السماء سقف فوق الأرض، والسقف زي سقف الغرفة، سقف الغرفة مثل أرض الغرفة، وسقف البيت مثل أرض البيت، يبقى ده معناه إن السماء قد الأرض بالظبط، ما هياش بالضخامة اللي ناسا بتقولها والكلام ده. الكلام ده بيقولوا كتير من المسلمين اللي هم مؤمنين بخرافة الأرض المسطحة. طبعا موضوع الأرض المسطحة ده هيبقى لنا عنه كلام طويل، لأن موضوع كروية الأرض مقطوع به في الإسلام، يعني هي من المسائل القطعية التي ليس فيها خلاف ولا تحتمل النقاش. المسلمون يقطعون جازمين بأن الأرض كروية وليست مسطحة، ويخلي بالك دار نزاع علمي وثقافي بين الإسلام وبين الكنيسة لمدة تقريبا 1000 سنة. المسلمون متفقون مجمعون أن الأرض كرة، والكنيسة متفقون مجمعون أن الأرض مسطحة، وده السبب اللي خلى الكنيسة تاخد الإجراءات العنيفة ضد كوبرنيكوس وبعد كده جاليليو والناس دول، لأن أقوالهم دي وافقت أقوال المسلمين. دي هتحتاج كلام وشرح طويل، وسأثبت لكم بشكل قاطع أن الأرض كروية، هذه مسألة لا شك فيها، ولكن مش ده موضوعنا. الآية الكريمة: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هل فعلا القرآن الكريم بيصور السماوات والأرض بهذه الصورة؟ وهل معنى السماء في هذه الآية المراد منها إيه؟ ما هو المراد بالسماء في هذه الآية؟ علشان نفهم هذه الآية فهما صحيحا، لابد أن احنا الأول نسأل ما هي السماء؟ يعني إيه السماء؟ إذا فهمنا ما هي السماء في القرآن الكريم، خلاص هنفهم الآية ويبقى سهل خالص إن احنا نستوعب إيه المراد من هذه الآية الكريمة. أولا، السماء تطلق على كل ما عليك، كل شيء عليك اسمه سماء، من أول سقف البيت اللي انت قاعد فيه اسمه سماء. وجي في القرآن على فكرة تسمية سقف البيت سماء، هجيب لك دلوقتي الدليل عليه. والهواء اللي هو فوقك ده اسمه سماء، والسحاب اسمه سماء، والفراغ اللي هو فوق السحاب اسمه سماء، والسماء اسمها سماء. كل ده كده بيطلق عليه في القرآن السماء. لو اننا قرأنا الآية الكريمة في سورة الحج هنجد ان رب العالمين جل جلاله يقول:
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. طب الماء ده بينزل منين؟ الماء بينزل من السماء اللي هي إيه السماء بقى في الآية دي. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، هو الماء اللي بينزل المطر ده بينزل من السماء اللي هي اللي فوق خالص دي، اللي هي فوق الكواكب والنجوم والحاجات دي، بينزل منها المطر ولا المطر بينزل منين؟ بينزل من السحاب. ولا في خلاف في دي؟ دي مسألة ما فيهاش كلام، مسألة قطعية، مسألة قطعية أن الماء ينزل منين؟ ينزل من السحاب. أهو السحاب ده ربنا جل جلاله سماه سماء. ألم ترى أن الله أنزل من السماء، السماء هنا المقصود بها إيه؟ السحاب. قال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذن فمعنى كده إيه؟ إن السماء يقصد بها أحيانا السحاب، السحاب ده اسمه سماء. قال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا. يزجي سحابا، يزجي يعني يكون. السحب دي تتكون إزاي؟ تتكون ببخار الماء، الماء يتبخر ويصعد إلى طبقات الجو العليا فيتكثف وتتجمع السحب، يبقى عبارة عن بخار ماء معلق في السماء. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. يؤلف بينه يعني يجمعه، السحب الصغيرة دي تتجمع حتى تكون سحب عملاقة ضخمة جدا، غمامة كبيرة للغاية، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. الركام هو الجمع الكبير، ركام يعني تجمع ضخم جدا من السحب، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله يعني المطر، وينزل من السماء من جبال فيها، من جبال في السماء. هي الجبال دي فين؟ فين الجبال اللي في السماء دي؟ اللي هي السحب، السحاب نفسه عبارة عن جبال من الماء تسير تسبح في الهواء. قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. البرد اللي هو الايه؟ الماء المتجمد، اللي هي حبات البرد، الماء المتجمد. فشوف بقى يعني هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، هذه السحب العملاقة الضخمة. انت ممكن تبقى قاعد في بيتك وفي سحابة بتمر من فوق منزلك، السحابة دي الماء اللي فيها يساوي ألوف الأطنان من الماء، ألوف الأطنان من الماء تسبح في الهواء، تسبح في السماء. فدي آية عظيمة جدا. السحاب ده لو سقط الماء اللي فيه ده نزل مرة واحدة على الناس يحصل ايه؟ تنهدم البيوت وتدمر البيوت ويفنى الناس، لان سحاب ثقيل. قال تعالى وينشئ السحاب الثقال، السحاب الايه؟ الثقال. قال تعالى حتى اذا اقلت سحابا ثقالا، سحاب في منتهى الثقل، الوف الاطنان من الماء تسير تسبح في الهواء فوق الإنسان. من الذي يمسك هذا السحاب في هذا الهواء لا يسقط على الناس فيدمر الحياة ويهدم البيوت فوق رؤوس الناس؟ الله عز وجل. فده معنى من معنى السماء، وينزل من السماء يعني من السحاب. أيضا السماء الهواء، الهواء اللي هو ما بين الأرض وما بين الغلاف الجوي ده كده اسمه السماء. قال تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. هو الطير ده بيكون في جو السماء يعني فين؟ يعني في الهواء اللي ما بين الأرض وما بين الغلاف الجوي ده كده اسمه جو السماء. خلي بالك إن أكتر طائر بيطير في السماء أقصى ارتفاع بيصل إليه 9 كيلومتر، 9000 متر من سطح البحر إلى أقصى ارتفاع ممكن يصل إليه طائر، فهو ده أقصى ارتفاع يصل إليه طائر. الطير بقى اللي هو أغلب الطير اللي احنا بنشوفه بيطير على ارتفاع عشرات الأمتار أو مئات الأمتار، ده كده اسمه الهواء، ده كده اسمه إيه؟ جو السماء، ده اسمه سماء. وقال تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فين؟ وفرعها في السماء، فرعها في السماء. طب هو فرعها في السماء يعني طلع هناك عند النجوم والكواكب والحاجات دي، فهل ده معناها يعني هل معنى ان فرع الشجرة بيطلع فوق عند الشمس والقمر والنجوم والكواكب والحاجات دي، ولا بيرتفع قد ايه؟ اقصى شجرة في العالم، اقصى شجرة، اقصى ارتفاع لشجرة في العالم 116 متر، اقصى ارتفاع لشجرة في العالم، اعلى شجرة، اطول شجرة في العالم ارتفاعها 116 متر. اهو الارتفاع ده ربنا سماه ايه؟ السماء، لان السماء هي كل ما عليه.
حتى لما بنيجي احنا نعبر في كلامنا عن ان حد ارتقى منزلة عالية او وصل الى منزلة رفيعة، نقوم نقول ايه؟ فلان ده في السماء. في السماء يعني ايه؟ يعني ارتفع وعلى الى مقام عالي والى منزلة عالية. فكل ما عليك اسمه سماء. وقال الله عز وجل: ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يصعد في السماء يعني ايه؟ يعني يرتفع عن الارض، لان كل ما يرتفع الانسان عن الارض يقل الاكسجين فلا يستطيع الانسان ان يتنفس، يحصل له ضيق في التنفس. يبقى السماء هنا معناها ايه؟ معناه الهواء او الارتفاع عن الارض، كده اسم السماء. وقال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هو السماء لما تأتي بدخان مبين، وده كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الدخان المبين ده حصل ازاي؟ يعني كان الدخان ده كان فوق في السماء عند الشمس والقمر والحاجات دي، ولا كان فين؟ كان في الهواء المحيط بمكة المكرمة. لذلك الدخان ده ما كانش على كوكب الأرض كله، ده كان في مكة فقط، كنوع من العقاب أو التخويف للمشركين. الدخان ده ما راحش المدينة ولا راح مصر ولا راح الصين، ولا كان بس في أهل مكة. فالسماء كانت سماء مكة، الهواء المحيط بمكة، هو ده معنى السماء. السماء تأتي بمعنى السقف، سقف بيتك ده اسمه سماء. قال الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. روح كده الكتب التفسير واقرأ تفسير الآية، هتجد تفسير الآية فيه أقوال من أشهرها إن الآية معناها إيه؟ واحد منكر لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ومعاند ومكابر ومش عايز يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. فربنا جل جلاله بيقول للكفار دول، بيقول: من كان يظن، من كان يعتقد ويؤمن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أن الله لن ينصر نبيه عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، يعمل إيه بقى؟ فليمدد بسبب إلى السماء. السبب يعني الحبل، يعني يربط حبل في سقف البيت. ثم ليقطع، ليقطع يعني ايه؟ يعني يلف الحبل ده حوالين رقبته ويقطع عنقه، يشنق نفسه، يعني ينتحر، يموت نفسه. فكأن معنى الآية ان رب العالمين جل جلاله يقول لهؤلاء الكفار المعاندين لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام: لو بتعتقدوا ان محمد عليه الصلاة والسلام لن ينتصر عليكم اقتلوا انفسكم لانه منتصر عليكم لا محالة. فيبقى الشاهد هنا ان السماء في الآية الكريمة دي في سورة الحج معناها ايه؟ معناها سقف المنزل، فده اسمه سماء. والسماء التي فيها الكواكب والنجوم هذه اسمها سماء. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء بزينة الكواكب. فكل دي سماء، كل ده اسمه سماء. فيبقى الآية الكريمة يمسك السماء أن تقع على الأرض، يعني كل ما عليك. خلي بالك لأن الآية في سورة الحج، لو قرأت الآية الآيات اللي قبلها: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فهنا سمى السحاب سماء، وبعديها قال إيه؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن. فكأن الآية هنا المراد منها السحاب، خصوصا أن الآيات الأخرى تدل على أن الله عز وجل يظهر الإعجاز في أن السحاب الثقال يسير في السماء، يسبح في السماء، وهو محمل بأطنان، ألوف الأطنان من المياه، ولا يمسكها إلا الله عز وجل. ألوف الأطنان من المياه في معجزة ظاهرة يراها الخلق، يراها الناس ليل نهار، السحب تسير في السماء محملة بأطنان من المياه، لا يمسكها شيء. أما الآية الكريمة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، فعامة المفسرين فهموا الآية على أن الضمير هنا بغير عمد ترونها. ترونها يعني إيه؟ مش العمد، لا، السماء يعني ترونها أمامكم بغير عمد. فعامة المفسرين نفوا أن يكون للسماء عمد يراها الناس أو لا يرونها، يعني السماء ملهاش عمد، مفيش أصلا عمد، لا يوجد عمد. فهذه الآية فيها نفي لأن يكون أصلا في عمد. ترونها يعني ترونها بأعينكم، لا عمد فيها، ليس لها عمد، لا يراها الناس كما يفهم بعض العامة. لا، الآية مش معناها كده، وراجع كتب التفسير. فأرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الحلقة موفقة، وإني أكون أحسنت شرح الآية، جزاكم الله خيرا. طبعا مش هنسى أذكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل إعجاب بالحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.